هنا في حي الشيخ جراح نقول أن الحق انتصر بإذن الله، طبعا بإرادة المقدسيين وصمودهم وثباتهم في هذه المنطقة المنكوبة، ولكن أقول يعني أن هذا الصمود سيبقى موجودا ورباطا موجودا حتى يعني كنس هذا الاحتلال من كل أنحاء القدس ومن كل المنطقة، من هذه المنطقة يعني المستهدفة من قبل هذا الاحتلال. أنتم تعلمون ونحن نعلم أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشجر والحجر والبشر ويتبع سياسة التهجير القصري. وفي هذه الأثناء أقول لك يعني أن بلدية الاحتلال وما تسمى بداخلية الاحتلال تنشر وتقوم بتقديم إخطارات الهدم في منطقة جبل مكبر، كما هي جبل مكبر، كما هي سلوان، كما هي منطقة الأشهر جراح. نحن نقول أن القدس كما انتصرت في هبة البوابات الإلكترونية وفي هبة باب الرحمة ستنتصر بإذن الله في منطقة الأشهر جراح بإذن الله، لأننا أصحاب حق، لأننا أصحاب حق في هذه المدينة المنكوبة. وما يفعله الاحتلال وما ينتجه من ممارسات لن يثنينا عن مواصلة طبعا صمودنا ورباطنا في هذه المنطقة. أنا أؤكد أن بإذن الله الحق سينتصر، ولكن لنثبت ونقول أن الرباط سيستمر والصمود سيستمر هنا في هذه المنطقة حتى إزالة هذه هذا الاحتلال وإزالة هذه البؤرة الاستيطانية التي يترأسها بن حمير، يعني ونقول بن خفير وبن حمير لأنه بالفعل يعني هو بن حمير هذا المتطرف الصهيوني الذي يمعن في استهداف المقدسيين وكنس المقدسيين. وأنت تعلمين الحكومة الإسرائيلية حكومة يمين متطرف تسعى إلى تقويض النمو الديمقراطي الفلسطيني وتقوم بتوسيع المستوطنات في داخل هذه المقدسة في داخل هذه المدينة المقدسة وفي أحيائها، وسنقول بإذن الله صامدين مرابطين على هذه الأرض حتى زوال الاحتلال.